لجنة التحكيم العربية وأعضاء لجنة التحكيم بيمثلوا لبنان وسوريا طبعاً كلوديا وكندا، أنا بحييكم أن أنتوا واقفين مع المهرجان، وكلوديا ما ترددتش لحظة وما خافتش ولا لحظة. يمكن كندا عايشة في مصر وعايشة بقلبها وبإحساسها وبوجدانها معنا ومع سوريا، وبتعيش طبعاً حالة من الحزن، ولكن أنت كان ممكن تعتذري وما تجيش، لكن أنت أول مرة بتيجي مصر وقلتي أنا أحب أشوفها في كل أوضحها. بشكرك أنك جيتي وقعدتي وشفتي الأفلام وما خفتيش من أي حاجة وأنت معنا لآخر لحظة. أنا بدي أشكركم أنه حطيتوا ثقتكم فيكم بلجنة التحكيم. أنا يعني صحيح اليوم سوريا كمان عندهم معاناة كبيرة، نحن معاناة لبنان عمرها سنين، ونحن تعلمنا كيف فوق كل الأحزان يضل الفن يكون هو الخلاص. نحن تعلمناها هيدي من زمان، طالما الفن منيح وطالما الفنانين منيح والثقافة منيحة بالبلد، طالما بضل عندك أمل أنه هالمحنة رح تمرق ورح تقطع. وده اللي احنا بناخده منكم، الطاقة الإيجابية دايما، ان اللبناني بيتضرب صاروخ ولكن بيبدعوا، فده يمكن بقى سمة العرب كلها دلوقتي. كندا بتعيش أصعب حياتها، يمكن سوريا في أصعب وقت ليها دلوقتي ومصر في أصعب وقت ليها، فانت يعني عندك ضغوط هنا وهنا، ولكن الفن والسينما والمهرجان السينما بيحاول ان يخرجنا من كل حاجة، والفن هو اللي بيخلينا نقدر نكمل. هو مش بس بيخرجنا، انا بالنسبه لي فعلا ده النضال دلوقتي، يعني في الوقت اللي فعلا في ناس عايزه تحبس حريه الفن وتحبس الحريه بكل اشكالها، فده شكل من اشكال النضال. احنا بننزل في الميادين وبنتكلم وبنعلي صوتنا، وبرده هنا واحنا واقفين على الستيج لما بنشوف افلام، ده برده نضال ودعوه للحريه ودعوه للتسامح ودعوه للحوار. فبتمنى ان محدش حتى من الناس اللي هم مع الثوره ما يحجروش برده هم على 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 حريه الابداع والفن، ويكون لهم يقفوا ايد واحده سواء تحت في الشارع ولا هنا في كل مكان. ده اللي هيثبت فعلا مكانه مصر ومكانه فنها. اكيد يعني اتقال في الكلمه ان الافلام كلها كانت حلوه، كنتوا محتارين عايزين تدوا جوائز لكل الافلام، قولوا لي يعني شفتوا ازاي الافلام العربيه في ظل الضغوط العربيه؟ كانت كلها عم تحكي عنها الضغوط بصراحة، كانوا عم يحكوا في أفلام عم تبحث عن قصة التطرف اللي عم بيصير، في أفلام عم بتفرجينا أنه لازم الناس الرأي والرأي الآخر يتواجه بطريقة مسالمة وراقية وإنسانية مش بالعنف والضرب. كان في كتير من الأفلام، الفيلم الفلسطيني، الأفلام اللبنانية، يعني كله كان واضح أنه هالشبيبة هيدي هي مرآة مجتمع، لأنه السينما إذا هي أصيلة هي مرآة مجتمع، واليوم مجتمعاتنا عم تعاني من كل هالمعضلات الكبيرة، ضروري انه السينما كمان تفوت بهالموضوع هيدا. كان في خلاف ولا كانت الاراء كلها بالاجمال؟ خالص، مع ان احنا اول مره بنقعد مع بعض نشتغل مع بعض، لا كان غريب التوافق اللي موجود. الفيلم اللي كان بيعجبنا فعلا كان بيعجبنا كلنا، واللي ما بيبقاش قوي على المستوى بيبقى عندنا برضو اجماع عليه. انا سعيده فعلا بالافلام اللي شفتها، افلام العربيه تحديدا، انا شفت افلام ما كنتش متخيله مستوى التقني العالي جدا جدا جدا، على مستوى المضمون برضو تطور عالي، بكلام وطرح المشاكل بجراه شديده بمصداقيه شديده. وزي ما قالت كلوديا، بتستغربي ان انت بتشوفي فيلم من الكويت او فيلم من المغرب من المحيط الخليج بيتكلموا عن نفس الموضوع بنفس الحرقة، يعني فما بتحسيش ان انت بتشوفي فيلم كويتي وفيلم مغربي، فعلا في وحدة حتى في السينما العربية. يعني طبعا انا بشكركم على وقفتكم جنب مهرجان القاهرة، بشكركم على دعمكم لينا وللسينما المصرية، في انتظار ابداعاتكم، لان الابداع هو ده اللي بيخلينا نكمل المشوار. وبعد حصولك يا كلوديا على كل الجوائز السنة دي في كل الاستفتاءات العربية، احسن مسلسل اللي انت كاتبة السيناريو بتاعه وروبي، اتمنى اللي جاي يكون احلى ان شاء الله، وفي اعمال كتير ان شاء الله في 2000. ان شاء الله كتير، وان شاء الله نضل هون بمصر تحبونا وتشوفونا مثل ما صار بروبي. احنا بنحبك وبنموت فيك، يعني انت عارفه، واحنا في انتظار اعمالك يا كلوديا ان شاء الله. لا دماغي معاك يا كلوديا، كندا وكلوديا كندا، ونشوف ابداع جديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه نكون في سوريا في جبل قصيون مع بعض. يا رب يحمي سوريا ومصر وشعبهم يا رب. شكرا لك. شكرا بوسي.